تستمر معاناة العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات ببنغازي وسط صمت المؤسسات الرسمية المحلية والدولية. نتابع هذا التقرير الذي نشره مركز السرايا التابع لمجلس شورى ثوار بنغازي. يعيش سكان منطقة جنفودة ظروفا إنسانية كارثية جراء الحصار المطبق من قبل ميليشيات حفتار على المنطقة. سلاح الجو الفرنسي والإماراتي لا يكف عن استهداف الآمنين ومنازلهم. جاءتهم الحوش كله وقع عليهم من فوق، ما أعرف المصيبة اللي وقعت عليهم شنو، لكن ما عندنا ما نقول. غير أن كثيرا من السكان لم يتمكنوا من الخروج نظرا للمخاطر الكبيرة التي سيتعرضون لها. من قبل ميليشيات حفتر. تدهور الوضع إلى حد كبير، فالمخابز ومحلات المواد الغذائية قد دمرت بالكامل، لا كهرباء ولا ماء صالح للشرب، مما جعل حياة السكان أكثر صعوبة، فالنساء والأطفال يفتقرون إلى أدنى مستويات الرعاية. قصف اللي طول الوقت فوق روسنا، يعني حتى العيال قعدوا في رعب دائم، ينوضوا مفجوعين طول الوقت، بدن عندهم اضطرابات سلوكية واضحة. كل هذه الظروف الصعبة لم تمنع أطفال قنفودة من اللعب بالمراجيح في محاولة جريئة للخروج من هذه الأوضاع ولو لدقائق. من سيء إلى أسوأ، ومن شح الغذاء إلى نفاذه، هكذا يتدهور الوضع الإنساني. كل هذه الظروف الصعبة لم تمنع أطفال قنفودة من اللعب بالمراجيح في محاولة جريئة للخروج من هذه الأوضاع ولو لدقائق.